ولي الرباط والتي نصت على أن النساء اللواتي يحملن بطاقة وطنية بمدينة الرباط لا يحق لهن أن يبتن في فنادق البيضاء. لا أدري لماذا. ثم كذلك شرطيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مراكش اللواتي يتتبعن النساء بدعوى أنهن يمتهن الدعارة. صحيح نحن لسنا مع الدعارة، ولكن الدعار أو المرأة هي الحلقة.